لماذا السيارات الألمانية مثل BMW وأودي تعتبر من أفضل وأغلى السيارات بالعالم؟ بسبب الحرفية المذهلة بتصنيع هذه السيارات والاعتماد على جودة قطع الغيار والاعتماد على أفضل المهندسين والمصممين بالعالم وإنفاق أموال طائلة على العمالة وتضيف تكلفة العمال والمصممين على سعر السيارة، لذلك بيطلع سعرها غالي. غير عن السيارات الثانية مثل الهونداي والكيا، التصنيع المشي حالك، يعني 5 سنين استعملها وارميها. نصيحة للشباب الصغار، البنات والشباب اللي بيتخرجوا جديد وبياخذوا رخص قيادة جديدة، تستخدموا السيارات التويوتا المرسيدس الهونداي، مشوا حالكم فيها بس من شان تتعلموا، استخدموها لمدة 5 سنين لتتعلموا مو فن القيادة، أي شخص يقدر يسوق السيارة لأن غير أوتوماتيك، ولكن الخطورة بالشوارع، تعلموا قوانين المرور، تدربوا بالسيارات هذه، مشوا حالكم فيها. وبالنهاية عندي أنا كل السيارات تؤدي إلى كوارث وموت، فكلها أنا ما بتهمني، والله يكفيكم شر السيارات يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم عليكم، صوموا 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 مثلي، تصحوا تصحوا صدقوني، يلا حيو يلا حيو.